دكتور، طبعا مشاركة الرأي بأن الحرب ضد الإرهاب هي واحدة في كل البلدان، لكن التجربة الكبيرة اللي مرينا بها في أراضينا بالعراق عندما قاتلنا داعش نيابة عن العالم حاول يستولي على كثير من المحافظات العراقية، بدأت الخطط إعلامية ليست عسكرية، وبعدها تمت العمليات العسكرية، وبعدها الفتوى بالجهاد الكفائي من الحشد الشعبي العراقي والقوى التي قاتلت وحررت الأرض العراقية. راح نتابع تقرير من العراق خاص لمكافحة الإرهاب، سوف يتحدث به الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وأيضا الفريق عبد الأمير الشمري قائد العمليات المشتركة، حيث كان لهم خطوة وصوت ومرمى ولغة جمعوها من الأزيز والصفق وقصص تحكى عند بيوت المنتظرين. كانوا هناك الأفواه والمسامع، القلوب والمدامع، رسائل الحياة من أرض الموت وشركاء حزن طين مدينتنا، فسطروا ما سيحكي للقادمين صوب مسقط الربيع حين أذن لساعة الصفر. إذن تقرير لمكافحة الإرهاب من العراق، وبعدها نكون متواصلين. هذه هي أشرس حروب العصر الحديث، خاضتها القوات العراقية لتحرير أراض دخلها الإرهاب. تضحيات كبيرة في مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة لأنها تتعلق بالوطن. قدمت القوات العراقية لتحرير محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار. للعراق طبعا دور محوري كبير في محاربة التنظيم في العراق وسوريا، واعتبر قاتل نيابة عن المنطقة بشكل كامل. يعني ماكو شيء مستحيل بالنسبة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. الأسبقية الأولى هي حماية المواطن، والأسبقية الثانية هي حماية القطاعات، والأسبقية الثالثة هي القضاء على الإرهابيين، والأسبقية الرابعة هي المحافظة على البنى التحتية. لم يترك الإرهابيون جريمة إلا ارتكبوها، واتخذوا المدنيين دروعا بشرية، لكن ابتكار الأجهزة العسكرية خططا آنية للمعالجة حال دون مخططات داعش. الصعوبة كبيرة في عمليات حرب المدن، هذه حرب العصابات، استخدم بها العدو العبوات الناسفة بشكل كبير، استخدم بها العجلات المفخخة اللي قوتها انتحاريين. أيضا قواتنا الأمنية تمكنت من سحق هذا التنظيم بقوة. أيام وشهور وسنوات قاتل فيها العراقيون جميعاً لتحرير مدن بلادهم، وبالفعل تحقق النصر عكس رهان من توقعوا خسارتهم أو انكسارهم. معركة الموصل كان يتواجد هناك أكثر من 2 مليون مواطن داخل المدينة، وهناك آلاف من الإرهابيين. أنه صعوبة التمييز بين المواطن وبين الإرهابي في المنطقة، وكذلك أنه الإرهابيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية. لا تزال القوات العراقية حتى لحظة إعداد تقريرنا هذا تضرب بيد من حديد أعتى مجرمي قيادات المتطرفين. الإرادة الصلبة هي آخر العمليات الجارية على الأرض. مركز العمليات الموجود في قيادة العمليات المشتركة يعمل على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، جمع وتحليل وتوحيد الجهد الاستخباري، وتقدم هذه المعلومات إلى خلية الاستهداف المشترك. كل القيادات أنه في كل الواجبات هم متواجدين ضمن منطقة الواجب، ودائما يكونون بالقطعات الأمانية. أي واجب يأمر به القائد عن قوات مسلحة يقوم به. مرحلة جديدة يخوضها العراق تتمثل في تجفيف منابع الإرهاب ومموليه والقضاء عليه بشكل تام. لبرنامج بيت الكل، ياسر عامر، بغداد.